بونسوار مي زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. اذا كيف ما وعدتكم غنخدم سوجي واخا تعطلت عليكم، ولكن ظروف كنعتذر. بالنسبه للسوجي كنتو بغيتو قلتو تكست ارغومونطاتيف، الاستاذ قال لكم يحط لكم تكست ارغومونطاتيف نص حجاجي. كنت ديجا خدمت معاكم تكست ناراتيف ودرنا ديسكريبتيف في الوصف، ودابا ارغومونطاتيف. حتى ارغومونطاتيف راني خدمتهم بزاف. المهم عطيت نخليهم لكم، كنقول غنخلي في صندوق الوصف وكنسى، ونحاول نخليو لكم صندوق الوصف الا ما حطيتش تحاولوا تفكروني وتخليو لي حتى لي سوجي اللي يعطيكم. بحال دابا لقيت بزاف اللي كاتب ليا هاد السوجي هذا غادي يعطيه لكم ديال لادوبسيون ديال التبني، ان الاستاذ قال لكم يحط لكم نص ارغومونطاتيف على التبني. اذا غنشوفوا نقراو السوجي ونفهموا ونشوفوا لي زارغومون الحجج اللي غنقولهم على هذا الموضوع هذا. اذا سوجي قال لك بليزيور بيرسون كخوا كو، يعني بزاف الناس كتظن كو لادوبسيون التبني اي تان بون شوا، اختيار زوين. الوغ كو دوطخ، وحدين اخرين استيم لو كونترير، يعني كيظنوا لو كونترير، يعني عندنا الناس اللي مؤيده وعندنا الناس المعارضه. الوغ لاكيل دو سي دو بوين دو في سومبل تيل لوجيك، يعني انا رايي من هاد لو بوين دو في وجهه النظر كتبان لينا لوجيك. ملي عطاك بحال هكا عندنا جوج ديال الطرق كنخدمو بلون سامبل، كنهضر على راي واحد، ولا بلون ديالكتيك كنهضر على الناس لي بوغ لي مع التبني ونقول علاش لي زارغيمون، ونهضر على الناس لي هما كونتر ونعطي لي زارغيمون لي كيقولوها علاش حنا كونتر علاش علاش وعلاش. دونك دابا حنا باش نخدمو هاد السوجي هذا، يعني الموضوع ما يعطيكم سوجي بحال هكا مكتوب، ولكن غتشوفوا كلمه لادوبسيو فيه ان فيه التبني كيف ما بغى يكتب الاستاذ، ولكن كيهضر على التبني. اذا نشوفوا دابا لانتروداكسيون كيف ما ديما غنقول لكم على الاقل بعدا لانتروداكسيون كيفاش نتا تخدم مقدمه، والموضوع يتخدم على اساس مقدمه وعرض وخاتمه. مقدمه باش تكتب هذا الموضوع التبني، هذاك السوجي اللي كيعطيك الاستاذ الامتحان كتعاود تغفورميلي كدير له اعاده، يعني كتعاود تصيغو بطريقه اخرى. ياك شوفوا الاول عندنا بريزونطاسيون دو سوجي، داك اللي بالخضر الاولى بريزونطاسيون دو سوجي، في مقدمه كتولي تعاود السوجي باش نعرفوا على من كتهضر، يعني لو تيم اونتر بارونتيز هو السوجي، زائد لو بروبليماتيك زائد كطرح واحد اشكال، يعني كطرح واحد السؤال. كاي مقدمه كتقول السوجي كتهضر عليه التبني، هذا كدير واحد الدخله ديال السوجي وكطرح واحد السؤال يعني واحد الاشكاليه باش تدخل العرض، يعني داك السؤال كيدخلك العرض. هذيك لو بروبليماتيك راه لا بروبليماتيك، غير انا كنت سكرين زمان واحد الفيديو وكنت خاطئه في لو، يعني لا بروبليماتيك يعني ما شفتش هكا مع طابيت بالغلط في الكلافي وتكتبت لو وسكرين نتا بحال هكا شفتها دابا لا بروبليماتيك. دونك دابا نعطيكم اكزامبل ديال المقدمه كيفاش نخدموها. اذا دابا عندنا المقدمه ديالي غنقول il y a plusieurs personnes qui pensent، كنعاود بنفس الطريقه اللي قالوا غير كنجيب عبارات اخرى من عندي، يعني كنخصني نبين الموضوع نهضر عليه. il y a plusieurs personnes qui pensent que l'adoption، بزاف الناس كيظنوا ان التبني des enfants a des avantages pour les parents، عنده بزاف ديال لي زافونتاج ايجابيات pour les parents adoptifs، يعني الاباء اللي كيتبناو. d'autres par contre affirme le contraire، ولكن الناس اخرى كتاكد لينا لو كونترير انهم ما متفقينش مع هذا الراي هذا. الوغ هنا كنطرح دابا البروبليماتيك، كنطرح الاشكاليه، كنطرح السؤال اللي من خلاله ندخل لانتروداكسيون ونبدا نجاوب. شنو كيقول السؤال؟ الوغ كو بوتون دير ا سو سوجي، شنو يمكن لينا نقولوا على هذا السوجي هذا. وندخل دابا للعرض ديفلوبمون ونهضر على الناس المؤيده ونعطي لي زارغيمون ها علاش هما مؤيدين، وندخل الناس المعارضه نقولها علاش معارضين، وندير كونكليزيون الخاتمه ديالي كنعطي فيها الراي ديالي واش انا مع الناس المؤيدين ولا انا مع الناس المعارضين. داكور دونك دابا نشوفو ديفلوبمون. بالنسبه للديفلوبمون كيفاش نخدمو، نعطيكم واحد لو بلون، يعني البلون كيفاش تخدموه، وعاد نبدا نعطيكم فيه امثله، يعني هكا بالزربه كنحاول انني نزرب باش ما نطولش الفيديو بزاف باش دغيا تحط لكم. اولا انا نبدا بالناس المؤيده، ممكنش عن جينيش انا نقول حيت وحيت وحيت من نعطي الحجاج، خصني ندير واحد الجمل الجمله قبل ما ندخل الناس المؤيده، خصني نعطي واحد الجمله كنبين بلي انا راني نهضر على الناس المؤيده. هي هذه اللي بزرق، شنو كتقول؟ سيغتان بيرسون، دابا انا راه في العرض
ولكن قبل ما نبدا نعطي لي زارغيمون ديالهم ندير واحد الجمله كنقول انا عم بدا بالناس المؤيده بحال هكا. الجمله هي انا عم بدا، ولكن ما كنقولش بالطريقه، كنقولها بشي اسلوب زوين. مثلا certaines personnes، بعض الناس بونس كو لادوبسيون، كتظن ان لادوبسيون ا دي كونسيكونس، عندها واحد النتائج بوزيتيف ايجابيه بور بليزيوغ ريزون، لعده اسباب. ونبدا نعطي الاسباب ديالي. اذا انا ملي كنقول هاد الهضره كنبين للاستاذ انني باش يبدا يصحح ليا انني راني باديه بالناس اللي مع بوغ، اللي هما بوغ لادوبسيون، مع التبني، حيت انا قلت بعض الناس كتظن ان التبني فيه نتائج ايجابيه. اذا انا كنقول راه انا معاهم، ماشي ضروري نكتب لي جون كي سون بوغ. لا هاد الهضره ما تجيش كتبقى باسله، كتعطيها بهاد العباره هذه اللي بالزرق، وندخل نبدا نعطي لي زارغيمون ديالي. هما هادو اللي بنختار، كنعطي ثلاثه ديال لي زارغيمون، عندك تقدر تقول بزاف، كتسوا اربعه ديال لي زارغيمون، خمسه اللي بغيتي، المهم اقل حاجه هي تبدا تكتب ثلاثه. كدير دابور اولا ارغيمون ان، يعني كتعطي لارغيمون الاولى، زائد اكسبليكاسيون كتشرح، ولا كتعطي شي اكزومبل، كتعطي الحجه ديالك، راه هما متفقين مع تبني. اذا قول لينا علاش اولا، حيت، وكتعطي شي اكزومبل هكا من الواقع، ولا كتشرح لينا كدير كار ولا شي حاجه. اونسويت نهبطوا للثاني اللي بالخضر الثانيه، اونسويت كتعطي لارغيمون الثانيه زائد اكسبليكاسيون اكزامبل، اونفان واخيرا كتعطي ارغيمون الثالثه ديالك واكسبليكاسيون واكزامبل. يعني قبل ما تعطي هذا لي زارغيمون كدير هذاك اللي فوق منهم بزرق، كدير واحد الدخله كتبين للاستاذ باللي انت راه كتهضر على الناس لي بوغ، ها لي زارغيمون ديالهم. ندوزو دابا الناس لي كونتر، تنوريكم هاي الطريقه، من بعد غادي نعطيكم اكزامبل هكا وهكذا باش تعرفوا يعني الكتابه منين جات. اذا نديرو دوطخ باغ كونتر، يعني اخر وحدين اخرين، كون افيرم كياكدو كو لادوبسيون ا دي زيفي نيجاتيف. دابا دو العكس، هادو اللي ما متفقينش مع لادوبسيون، يعني كنخصني نبين بلي دابا ندخل للناس المعارضين بوغ لي ريزون سويفونت لهاد الاسباب. وكنعطيو ثاني دابور اولا نعطي لارغيمون الاولى اكسبليكاسيون اكزومبل، اونسويت لارغيمون الثانيه، و اون فان واخيرا نعطي لارغيمون ديالي الثالثه. بهاد الطريقه غادي نخدم. اذا دابا نعطيكم اكزامبل ديال ديفلوبمون واجد بلي زارغيمون بالجمل، هذيك الاولى اللي درناها بالزرق ديال الناس اللي مؤيدين غنكتبها، وعاد تعطي لي زارغيمون بالخضر. دابا نطبقهم، يعني شنو نقول؟ سيغتان بيرسون بونس كو لادوبسيون ا دي كونسيكونس بوزيتيف بور بليزيوغ ريزون. دابور انا نعطي لارغيمون ديالي دابا، بور لي بارون ادوبتيف، يعني الاباء اللي هادو اللي كيتبناو، ايل ايفيت لا سوليتود، يعني بالنسبه لهم علاش هما متفقين، ايل ايفيت كيتجنبوا الوحده، ما كيبقاوش وحيدين عايشين الراس في الراس دون لوغ في. كار انا دابا كندير اكسبليكاسيون، كنشرح كار لي زونفون رون دو لا ميزون، كنشرح علاش ما يبقاوش يحسوا بالوحده، حيت لي زونفون كيرجعوا لا ميزون بلو غي اي بلو فيف، يعني كيرجعوا الدار مبتهجه وفرح هادي يعني زوينه. تيل كو لو كا دو مدام دو بيير بحال الحاله، وكنزيد نعطي حتى اكسبليكاسيون ولا نعطي حتى شي اكزامبل بحال الحاله ديال مدام دو بيير دون لا نوفيل رياليست او شون. مثلا عطيت هاد ليكزامبل هادي انها راه كتقلب على التبنى، يعني بشي حاله واقعيه كاينه انا كنذكرها. ندوز دابا لارغيمون الثاني، اونسويت سي بارون تروفرون لو سوين، يعني غادي يلقاو لو سوين، يعني شكون يقابلهم شكون يديها فيهم، كون ايل دوفيان فيو، ملي غادي يوليو شارفين غيلقاو بعدا شكون يقابلهم. يعني هاد الشيء علاش التبني زوين. اي سي ديرني، يعني هاد الاخرين، شكون هاد لي بارون هادو، اون بوزوان دو سونتيغ، وهما محتاجين يحسوا لي سونتيمون داتخ دي بارون، لي سونتيمون داتخ بارون، انهم اباء محتاجين يحسوا هاد الاحساس ديال اباء. يعني هادشي علاش التبني زوين. دابا كندافع على الفكره علاش زوينها، علاش باش ما يحسوش بالوحده، ثانيا باش يلقاو اللي قبلهم، يعني كنبين لي زارغيمون، كنعطي الحجج ديال علاش هو زوين. فينالمون يعني اخر ارغيمون عندي، ان كونتي تري بوزيتيف شي لي زونفون، بواحد الجانب ايجابي بالنسبه للي زونفون هادو اللي كاين كيتبناهم، سي كي نو ريست با دي زورفلان، انهم ما كيبقاوش يتامى، ils se retrouvent وكيلقاو راسهم دون ان ميليو بلو دو، كيلقاو راسهم فواحد الوسط عايشين ناعم، يعني واحد الوسط زوين، كيلقاو الحنان. دونك هادو هما لي زارغيمون بالنسبه للناس اللي كيقولوا حنا مع التبني. دابا ندوزو نشوفو الناس اللي هما ضد التبني، ندير جمله كندخلها كنبين بلي راه غنهضر دابا على اللي هما ضد، وعاد نعطي لي زارغيمون. يعني نقول دوتغ باغ كونتخ افيرم كياكدو كو لادوبسيون ا دي زيفي نيجاتيف، عندها تاثيرات سلبيه بوغ لي غيزون سويفونت. دون باغ اولا il y a des parents stériles، يعني انا بدل داك اون سويت دابور، يعني دون باغ اولا كاين دي بارون قال لك ستيريل، يعني عاقين ما كيولدوش، مي انام با لو بروي دي زونفون، يعني اولا ما كاين اللي ما كيبغيش صداع، هذا هو السبب علاش ما كيبغيوش يتبناو. ثانيا نعطي شي حجه اخرى، دوتغ باغ سيغتان جون تخوف، بعض الناس كتظن كو لادوبسيون ايت اون بيغ دو طون اي دارجون، انها هي غير مضيعه ديال الوقت وديال الفلوس.
دوب يعني اولا كتفل ولدرت دابور، دابا درت دون بار، ثانيا دوطخ بار، يعني ما كانش غير دابور اونسويت درتهم في الاول ما نعاودهمش، نعطي دابا حاجه تدخل ندخل بهم. ثالثا اونفان لي كوبل انفيرتيل، يعني هادو اللي ما كيولدوش، ديز كو لادوبسيون نو لوي بيرمي با ان التبني ما كيمكنهمش باش يحسوا كوم دي فري بارو، انهم والدين حقيقيين. يعني واخا كيتبنى ما كيجيش داك الاحساس ديال انه راه اب حقيقي. هادو بالنسبه لي زارغيمون ديال الناس اللي ضد. كبغيتي تزيد اكسبليكاسيون مع اكزومبل كتزيدهم، يعني عندك ما يتقال كتزيد، ما عندكش على الاقل بعدا ثلاثه ديال لي زارغيمون. اذا صافي شفنا المؤيدين المعارضين، دابا نشوفوا لا كونكليزيون، النهايه الخاتمه. الخاتمه كنعطي فيها بحال واحد بحال ريزومي ديال هادشي كامل اللي قلته باختصار، يعني نهضر عليه ونعطي الراي ديالي واش انا مع ولا ضد. دونك سو سوجي دو غوند فالور ا سوسيتي، ان هاد السوجي هذا عنده واحد القيمه كبيره، ا سوسيتي ان ديبا تري اجيتي، يعني فيه واحد النقاش كبير. دو ما بار جو سوتيان، ودابا نعطي الراي ديالي. دو ما بار جو سوتيان، هذه مازال ما هضرتش على هذه طريقه اخرى، ما هضرتش على السوجي بصفه عامه وحبس، هنا كنعطي الراي ديالي. دو ما بار جو سوتيان فورتمون ليدي، انا كنايد، جو سوتيان كنايد يعني كندعم فورتمون يعني بقوه ليدي دو لادوبسيون، الفكره ديال لادوبسيون. بلاص ما نقول انا جو سوي بور، ما جاتش علي جو سوي بور، ما بقاش كتقال، كتعبر عليها بطريقه اخرى، يعني جو سوتيان فورتمون ليدي، كندعم الفكره. اذا انت راك معاها دو لادوبسيون وكتشرح علاش، كار il répond aux besoins des كتدافع، يعني هذه كتعطي الاحتياجات ديال من دي زادوبطون اي دي زادوبطي، يعني المتبني وهذوك اللي كيتبناو، الاب اللي كيتبناو والدري اللي كيتبنى، ماشي اللي كيتبنى، الدري اللي كيتبناوه، يعني كتلبي الحاجيات ديالهم بجوج، ديال الوالدين وديال داك الطفل كيولي يقرا، كيولي عايش في اسره زوينه، الاخرين كيكونوا محتاجين شي واحد اللي يعاونهم، شي واحد اللي يوقف معاهم، شي واحد ملي يشرفوا زعما اللي كبروا، ولكن ملي قبل ما يكبروا تاني خصهم يحسوا بانهم عندهم اولاد. دونك هذه هي لا كونكليزيون. دابا بقى لكم واحد السوجي ارغيمون كاين بزاف، ولكن اللي غنخدموا وراه هذا لقيته في لي كومونتير بزاف، هو ديال الهدر المدرسي، ديال خرجوا من المدرسه شنو عطاونا الحجاج ولي زارغيمون علاش التلاميذ خرجوا من المدرسه، كاين بزاف الاسباب. دونك هذا هو السوجي الثاني اللي غنخدموا وراه هذا ان شاء الله.